السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتبارك الله عليكم الإخوان. تحياتي لكم جميعا، وأشكركم جزيل الشكر على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم المتواصل، بارك الله في الجميع. شريت التبن إن شاء الله بحول الله، التبن شريته من عند واحد مول البلاد، يلا جا حصد، وتفاهمت أنا وياه على التبن إن شاء الله باش نهزو أنا يا من البلاد، هو يا يباليه وأنا ينجي نهزو إن شاء الله. شريت عليه 500 حبة التبن بحال اللي عندنا في البلاد، عنده غير جوج قنبات، بالا ديال جوج خيوطه. اما التبن اللي شريت شحال هذه اول مرتين، عنده سته الخيوطه، البالا فيها 600 كيلو، 400 450 500 حتى ل 600. هذا تكون في ديك ال 20 كيلو بحال هكاك 18. شريته ب 10 دراهم الوحده، اورو الوحده، قال لي اورو 45. قلت له يا ودي شوف، انا غادي نشري عليك من البلاد، ما تحتاج لا تهزو ولا تخسر الفلوس ديال المازوت، غادي نعطيك اورو وغندي عليك داكشي اللي عندك. قال لي غتكون عندي شي 500 حبه، قلت ليه كلها غنديها لك. قال لي ويا، قلت ليه ويا سيدي كلها غنديها. جات هو غريبه، قلت ليه لا عندك كثر ندي عليك ما كاينش مشكل. قال لي لا راه غتقدر تكون عندي غير شي 500 المجموع كامل. قلت ليه صافي جمع كل شيء وانا غادي ندي عليك ان شاء الله بحول الله. تحياتي لكم جميعا الاخوان. راه الكوري راه هو فينا، هو كيبان من هنايا، راهو الفوق في 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 في, في الجبل. هاد البلاصه هادي فيها الطيارات، هنايا كيكريو الطيارات، وكذلك ومثال كيجيو يتعلموا الصياغه ديال الطيارات. ان شاء الله بحول الله ملي غنكملوا الولاده ونبيعوا الخرفان ان شاء الله، نديروا شي جوله بكم ونركبوا في الطيارات ونضربوا شي دويره ان شاء الله. عمر لي واش ركبت في الطياره، ولكن ان شاء الله بحول الله غنركب في هادوك الطيارات الصغار، ماشي دوك الطيارات الكبار اللي كيهزوا غير جوج بلايص وكتدور تحوص بهم شويه. وكذلك ومثال كيتعلموا السياقه هنايا وكيديروا البراكتيكات. تبارك الله عليك اودي ابو خليج. هاد التبن هذا راه زين تبارك الله، هذا عزيز على الغلم، ما ديال فارينه، ما ديال قمح، هذا ما ديال شعير، هذا ديال واحد الزرع. قال لك اسيدي كيجيبوه من كيجيبوا الحبه ديالو كيجيبوها من الميريكان، وزرع وناتورال، ما كيديروا ليه لا دواء لا حتى حاجه، كيزرعوه كيتصب عليه الشتاء وكينوض، ما كيديروا ليه لا ادويه لا حتى حاجه، لا 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 نقري لا والو. زيد 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 شحال زيد 10 زيد 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 نزيدو 4 اخرين يا 14. قال لك اسيدي هاد التبن هذا راه طبيعي، سبحان الله العظيم طبيعي، وانا كندي الغلم نحطو ليها بحال هكا نيتوسط الكوري ونخليها تاكل كذلك ومثال وتفرش منه. هذا زين الماكله ماشي الفراش، ولكن حنا غنحطوه ليها تفرش منه وتاكل منه ان شاء الله. كيما قلت لكم راه عندها جوج خيوط هاد البالا، هذه واحد جوج قنانب، هذا هو اللي عندنا حنايا في البلاد. اثناش جوج ربعة ستة وستة القدام ياك، صافي الله يجعل البركة. عمرنا طونوبيله وباقي هنايا وباقي لهيه وباقي عاوتاني لهيه، راه عنده الخير والبركة، وباقي من هنايا ما دارش ليها سميتو، باقي كاع ما جمعو كاع. ها هو يا شتو، شوفوا كيفاش داير سبحان الله العظيم. ها هذا هو السبوله ديالو، دايره بحال هذاك الابيناطي. اه الحب ديالو كيدير، هذا هو الحب. هذا الراجل من السكه العظيمه في الكويرو اللي كيهز فيه التبن، كيدير كل شيء عنده قديم، تا الماكينه اللي عندو قديمه. تبارك الله عليكم، غنمشيو نطلعو ان شاء الله بحول الله التبل البهيم، راه من فوق في الكوري تمايا الوالده، اما الخاويه راه سارحه هنايا. هذه البلاصه اللي قلت لكم ديال الطيارات. الحراره الاخوان هاد الايامات هذه تبارك الله، الثلاجه ديالنا الثلاجه جات معايا من المغرب، راه فيها الماء بارد
دائما الانسان يدي معاه الماء، لان في الصيف ما يستهجاش، لان الماء هو كل شيء. قدر الانسان يصبر للجوع يصبر لكل شيء، ولكن الماء ضروري. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قاد ليهم العلف، كنت حاط ليهم واحد الباكيط هنا كبير ديال العلف بحال هذوك اللي عندي وسط الحديد تمايا، حتى الغدا ان شاء الله ونجيب ليهم. دابا راني جيت ليهم التبن، هذا هو التبن سبحان الله العظيم، هذا جيتو ليهم الصباح وزيز عليهم التبن كيتوحشوه، ولكن هاد التبن هذا زوين اصلا رطب، ماشي بحال التبن ديال الفارينه ولا ديال القمح. القصبة ديالو قاصحة شوية، هذا القصبة ديالو رطبة. خرفان كيعجبهم الحال. هانتوما شوفوا سبحان الله العظيم. هذه نهجة شارفة. بري غو ضعفهم الصهد سبحان الله العظيم، حتى اللون ديالهم كيتبدل. الصهد صعيب بزاف. رسكه اش كاين؟ عندها عوينك احلى. بدات تربي الصوف تبارك الله الغلم. هذا داير بحال الفصه، ولكن هو ماشي فصه، كيسميه هنايا فيستوكا بحال الفراج. هذا الربيع هذا زوين حتى هو، لان العلف غالي يا الاخوان، العلف غالي بزاف. واحد الاسباني هو اللي نصحني بهذه الوجبه، هذه عنده واحد 800 راس وكي يوكل عير هذا الفيستوكا. هذا كدير 160 اورو للطون، 1600 درهم للطون. تبارك الله عليكم الإخوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.